بريت منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت ظالم 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 ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل. الو مدير البوسطة كانت نقلتنا من ضياع حملايا على ضياع التنورين. اتذكرتك يا عليا، اتذكرت عيونك. يخرب بيت عيونك عليا شوقي. Thank you.
أدهم. حبيبي يا يحيى ابن اللذينة، وحشتني قوي يالا، وحشتني قوي يالا. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ايه دي؟ دي لا ولا يهمك، متشغلش بالك. المهم انت عامل ايه؟ اتأخرت ليه؟ بس كان في مخبر قاطرني فسوحته وجيت. متأكد انك سوحته ولا تسوحنا انا؟ عيب عليك يا ادم. المهم انت وحشني قوي. وانت وحشني قوي يا حبيبي، كلكم وحشني، امك واخواتي. بس انت عارف بقى انا ايه اللي مطمني؟ ان انت موجود، ان البيت فيه راجل يقدر يجيب حق امه واخواته لو حد عمل لهم اي حاجه. صح صح يا رد يلا. صح صح. ده حتى مينا دايما يقول ان انا زيك بالظبط. روح سمعني. المهم طمني، امك واخواتك عاملين ايه؟ امك واخواتك اتكلم يلا. امك واخواتك الحكومه خدتهم. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ قلت لك ما تعيطش. ده انا لسه قايل لك انك راجل. ما تعيطش يلا. ما تعيطش. انا عارف ان اللي حصل لنا ده كان ممكن يهد جبل مش بس بني ادمين. بس ما دام ربنا اراده يبقى اكيد ليه حكمه في كده. جايز ما نعرفهاش دلوقتي، بس هيجي لنا يوم ونعرفه. متقلقش يلا، ان شاء الله النهارده امك واخواتك هيباتوا في البيت. طب وانت يا ادهم؟ انت هتباتوا سنة تاني؟ نفسي قوي يا يحيى، نفسي ارجع بات وسطكم تاني. بحلم باليوم اللي نتجمع فيه تاني ونقعد ناكل مع بعض، وانا وانت نقعد نشتغل خالي عامر على النت للصبح، واجري وراك في البيت عشان تذاكر. قول لي يلا، اوعى تكون رجعت تكلم صحابك اللي بيشربوا سجاير. عشان خاطر يا يحيى خد بالك على نفسك، متخافش على واصحابك بقى والحته كلهم. وصدقني الكلام اللي بيتقال عني والكلام الفارغ والافتراء اللي بينزل كل يوم في التلفزيون، في الاول كانوا مصدقين، بس بعد ما شافوا الفيديو وشافوا نانسي في التلفزيون عرفوا ان انت بريء. بس ادام انت بريء، ليه الحكومه جت خدت خالي عامر وهنا وام هنا؟ ما خدوا هنا كمان. والله ما بقيت فاهم حاجه يا يحيى. المهم انا عايزك تخلي بالك من نفسك ومن مذاكرتك كويس، فاهم؟ انت ليه بتقول لي كده؟ ما انت هتبقى معانا ان شاء الله وربنا هيقف جنبك ومش هيسيبك. بص يا يحيى، انت كبرت وهتكلم معاك بصراحه. قضيتي دي يا عم يحيى لو بلدنا فيها عدل هاخد فيها براءه. خلاص يا عم، يبقى انت ان شاء الله هتاخد براءه. جرى يا عم يحيى؟ انت ما سمعتش الجمله من اولها ولا ايه؟ بقول لك لو بلدنا فيها عدل هاخد براءه، وبما انها ما فيهاش فيا عالم بقى هتشوفني امتى. ما تقولش كده يا ادهم، ان شاء الله ربنا يزهر براءتك وهتبقى بريء قدام الناس كلها ان شاء الله. المهم يا يحيى، في محل موبايلات في شارع اسمه كريم عبد العزيز، عايزك تروح للراجل ده باي شكل، النهارده بكره بعد شهر، وهتدي له 180 جنيه ورحمه ابوك. اوعى تنسى ده دين في رقبتي يا يحيى. يلا عشان تروح. يلا يا يحيى يلا روح. لا انا عايز افضل معاك. خد بالك وانت ماشي. ها انا عايز افضل معاك. يلا يا يحيى. معلش انا عايز افضل معاك شويه. ده مش وقت. معلش. يلا يا يحيى لازم تمشي. عشان خاطر. يلا يا يحيى ما تنرفزنيش. معلش. معلش يلا معلش. يلا. لا انا هقعد معاك شويه. يلا يا اخي امشي بقى. Thank you.
الو هشام بيه، انا ادم، انا عايز اقابلك. كل سنة وانت طيب. ده العيد بعد بكرة. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. تصدق كنت ناسي وانت الوحيدة اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجة ولا ايه؟ اللي يطلب حاجة يطلبها بأدب. مظبوطين مظبوطين. يلا روح يلا. تعال. شباب، خش البوس. ايه؟ ايه؟
وايه؟ ورجله؟ اه ورجله. الله يسعدك يا ادم يا ابني يا رب ويرزقك من وسع قادر يا كريم. ما بحبش حد يشوفني كده. انا مش حاطي يا ادم. هقول لي بقى دعيت لي وانت بتصلي ولا كنت لسه زعلان مني؟ فخام انا ليا مين ادعي له غيرك؟ تعالى. ما تخليك جدع وجيب الطلب ده واوصله لنا. انت عارف الاستاذ وائل؟ وانت عارف قرايه فتحتي النهارده ما تبقاش رخم بقى. حط حاجه. خلاص يا وائل الف الف مبروك يا حبيب قلبي. عقبالنا يا رب ان شاء الله. بس قايل له يا عم حبيب قلبي. ايه ده؟ 81؟ انت ناس 80؟ انت واخد عقلك يا عم ادم. ماشي يا هانا. مش هكلمك تاني. انا بصراحه حاسه ان انا بخون خطيبي. انا لسه في وسخ خطوبتي. انا حاسه اني بخون. مخونه مخونه. الحق زبونتي ان شاء الله. خالد دوروا انت بقى يا معلم لانه عارف صوتك. يلا ندور. يلا ندور. كنت بحلم بمونيكا دي. كنت رازمها في دماغي حاجه تانيه. كنت بحسبها سعاد حسني. ما كنتش متخيل ابدا ان سعاد حسني تبقى بقى. مش من حق ادافع عن نفسي عشان سواء فيزا. بص يا ادم بص انت يا باشا. أنا عملت الصح ودافعت عن نفسي. ولا يا أمك اسمها إيه؟ نعم أنا سألت. صبر يا باشا. صبر إبراهيم عفيف. ادم طالما انت بريء سلم نفسك والقانون هيجيب لك حقك. في بلدنا ما بيجيبش حق الغلابه غير ربنا. ايوه اسرائيل. عارف ليه عرب المصريين هناك يا مرحب؟ عشان قوه مصر في ولادها. لما انت واللي زيك وولادها يروحوا يشتغلوا هناك يبقى كده بيحرموا مصر من قوتها. طب ودم مصر وفلسطين وسوريا ولبنان ويعلم اللي جاي كمان. نسيت له الدين ولو خدع الكون. آدم إيه يا آدم؟ تعبني. مش اتفقنا يوم المستشفى إن أنت هتكلمني وتطمني عليك؟ ما وفيتش بوعدك ليه؟ ما أنا كلمتك أهو يا باشا واتقابلنا. وأنا جبت لك اللي أنت طلبته. اتفضل. شكرا يا باشا. بجد متشكر. بس دي بقى هتفضل معاك وهطلب منك طلب تديها لاخويا يحيى وتقول له ادم جاب لك دي. ماشي
طلبت تقابلني ليه يا ادم؟ وبعدين مال صوتك؟ في حاجه غريبه كده مش مريحاني. باشا انا قررت اسلم نفسي. اول مره انت تقولها وانا ما كنتش مقتنع بيها، عشان الحاجات الكتيره قوي اللي كانت جوايا اللي كنت عايش بيها ومصدقها ومآمن بيها فجأة اتأكدت انها ما بقتش موجوده في البلد دي. انت لسه متأكد دلوقتي يا باشا؟ احنا بقى اتولدنا متأكدين، ومتأكدين اكتر ان اللي زينا لازم يمشي على جنب. على فكره يا ادم، انا من نفس الجنب اللي انت منه، بس مش باين عليا. نسيت ولا الغنى بقى؟ أنا أول مرة استجدع ظابط. مش عارف ليه يا باشا، من واحنا صغيرين كده اتربينا إن احنا أول ما نشوف ظابط نخاف، مع إننا ما بنبقاش عاملين حاجة. ولا لما آخد الفيسبا بتاعتي ولا نفسي قربت على كمين أحس إن أنا عايز أجري وأدعي إن اليوم ده أنام في بيتنا، مع إني برضه ما عملتش حاجة. مش عارف إيه، احنا اتربينا غلط. مش عارف ايه هشام بيه، الحاجات الكتير اوي اللي انت عملتها معايا دي ما يعملهاش غير واحد ابن حلال. ده غير ان انا عرفت كمان ان انت توقفت بسببي، واهلي اتاخدوا بسببي. على فكرة يا ادم، عاوز اقولك على حاجة. اوعى تفتكر ان انا ممكن اعمل اللي انا عملته ده مع اي حد. لا يا ادم، انا ضابط امن دوله، يعني بفهم في معادن الناس كويس قوي، بعرف افرق كويس ما بين الذهب والفلسو. انا عملت كده معاك عشان انت بريء مظلوم. مش هكدب عليك، هو كان في الاول احساس جوايا قعد يزيد بس من غير دليل، لغايه لما جات لي نانسي وقالت لي على كل حاجه. استجدعتك قوي يا اخي، استجدعتك قوي لما حاولت تبعد نانسي عن الموضوع وما رضيتش تجيب سيرتها. فكرك بحاجه، فاكر لما كنت بحقق معاك اخر مره قبل ما هربك، قلت لك كان في حد مع الامريكاني، وعدت لك الجمله دي 3 مرات وانت كنت تكح وتبص يمين وشمال وتقول مش سامع يا باشا، رغم ان الاوضه قد كده واحنا 3 يعني اكيد هتكون سامع. استجدعتك قوي، استجدعتك بجد انك انت ما رضيتش تجيب اسمها رغم كل العذاب اللي شفته واللي لسه هتشوفه. يا باشا انت لو كنت مكاني كنت هتعمل كده. ايوه انت تعمل كده. وعلى فكره بقى، الرجوله والشهامه والنخوه في دمنا كلنا الا سيف الحديد بتاعكوا ده. يلا يا باشا انا لازم اسلم نفسي. لا ادم استنى بس، اصبر، هفهمك من غير تفاهم يا باشا. أنا قررت ولازم أعمل كده. أنا أهلي هناك. أنا عارف. خليها على الله. أنت جدع يا لا. جدع أوي. وأنت أجدع. عاوزين ياخدوا مني ليه؟ ليه هتجوعتي؟ عارفين ليه ظالم؟ عشان الناس ساكتة وراضية ومستحملة.
ادخل. مقدم هشام مذكور بعد الوقف. انت بتعمل ايه يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي اسمعني يا هشام كويس، لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش تبقى غلطان. انت هربته وجبته، تعال بقى نخصم ده من ده، هتلاقي نفسك لازم تتوقف هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هممني الوقف ولا هممني الشغل كله ولا هممني حاجة. انا خلاص عرفت وزهقت، زهقت من الظلم والافتراء والوساخة، كرهت النفاق والمحسوبية، مليت من اننا كلنا شغالين زي خلية نحل عشان نخدم فرد واحد ونسين 80 مليون فرد. يا باشا انا ما بقتش تبع النظام ولا هممني جهاز امن الدولة ده كله. انا بس في حاجة محيراني وعايزكوا توضحوها لي، هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب ادم ولا ادم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب ادم يبقى جايب ادم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل ايه؟ انه زهق وقرف من جهاز امن الدوله وعايز يقدم استقالته. لا حاجه تغير. طب لو ادم اللي جايب هشام؟ بس ادم ما عملهاش، ادم اذكى من كده بكتير ولن يتخيل ان وجود هشام مذكور هيقدر يحميه مني. ما انت لازم تفهموني برضه مين جاي مع مين. انا هو يا باشا بين ايدين سعادتك، واللي انت عايز تعمله فيا اعمله، بس بالله عليك مشي امي واخواتي، مشيهم كلهم، الناس دي ملهاش اي ذنب في اي حاجه، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه، انا تحت امرك. بص يا باشا، انا ارهابي وقتلت وسرقت، انا اي حاجه حضرتك عايزها، بس وحياه اغلى حاجه عندك مشيهم، ملهمش ذنب في اي حاجه. باشا انا بصراحه جاي عشان ابوس على جزمتك زي ما حضرتك قلتلي. باشا ممكن اسالك سؤال؟ قول يا كبير، ده الليله ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ انا عمري هرجت يا شيخ مذكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه، ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وهيتنفخ وبعدين يطلع على النيابه، وبعد كده يطلع المحكمه، والمحكمه بقى تحكم معاه، احنا مالناش فيه. باشا هو انتوا ضميركم فين؟ ولا لا مؤاخذه يعني النفوذ والسلطه بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبه لكم مداس؟ هو لو ادم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب،
مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ ياخد انا ابن بلدك ده، انا مصري زي زيك، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحده مصريه، كلب امريكاني كان عايز يغتصبها، انت ليه محسسني ان انا جاسوس؟ هو بجد يا باشا امريكا بتؤمر وحكومه بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم؟ بالظبط، احسن حاجه انكم ما تفهموش، لان كل ما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، واحنا بنحبكم ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا. حنين. بمناسبه بقى الحنيه يا ادم، انا مجهز لك مفاجاه هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبكم. ايه يا ابني، ابعت لي ام ادم عبد الحي ومراته والبيت المسيحيه. انا فخور بيك يا شام، انا بعرفك من 14 سنه، اول مره تاخد قرار صح في حياتك يا ابني. انت مكانك مش هنا، انت كبيرك محاسب في بنك، تعد فلوس غيرك. متخافش من اي حد، متطيش لاي حد، متخافش غير اللي خلقك، ومتطيش غير اللي خلقك. اكسب نفسك احسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الاخر خسرت الدنيا وتعيش في جحيم زي خليك فاهم. اعمل الصح وقول الحق ولو على الحق، ما تخافش من حد، ما تخافش من اللي خلقك.